مرحبا شباب، ورجعنا لكم بحلقة جديدة، وهالمرة معنا لعبة أساسن كريد فالهالا، الإصدار الجديد من هاي السلسلة الأسطورية، واللي لا زالت يوبيسوفت عم تبهرنا بمحتواها الضخم. وببساطة بتقدم لنا أوبن وورد وتفاصيل بمناظر خلابة مليانة بالحضارات القديمة وخصوصا الدارك إيجز بشكل عميق ودقيق. And killed blindly. What is the soul of a man? They scar the lands of England. Lands they will never defend. Never love. The time has come to speak to them in a language they will understand. وبنروح للأحداث، والقصة بتبدأ الأحداث بشخصية الطفل إيفور من عشيرة الفايكنج، واللي كان عندهم احتفال بالملك الجديد، وبسرعة الأحداث بتتغير من الفرح للحزن بعد ما هجم عليهم أحد العشائر اللي ضدهم، واستمرت الأحداث بقتال دموي، وقدر يهرب إيفور مع سيغورد بصعوبة لمكان بعيد. المهم بعد سنوات إيفور بيكبر وبصير زعيم الفايكنج، واللي بيكون عنده شغف يستكشف أراضي جديدة قابلة للزراعة ليبنوا فيها مستوطنتهم، بالإضافة لنهب الموارد والذهب، وخصوصا أنه منطقة النرويج اللي عايشين فيها باردة جدا وصعب الزراعة فيها، ولهيك بيبدأ بالغارات وبيغزو إنجلترا. وهذا الموضوع ما بيعجب زعيمها الملك أرفريد، اللي بيوقف بطريقهم، وبهيك بيكون على جماعتنا أنهم يكونوا تحالف قوي ليقدر يواجه الملك ألفريد وقواته. وخلال الأحداث الفايكنج رح يتعرفوا على أساسنز هيثم وباسم، بالإضافة لغيرهم من الشخصيات اللي متواجدين في إنجلترا بشكل عام، وحيكون في تعاون وصراعات وخيانات، وكل هاي الأمور بيستغلوها الفايكنج لصالح بناء مستوطنتهم الجديدة. باختصار قصة الفالهالا وبشكل عام مليانة بالأحداث والحوارات السينمائية الجميلة، وبتحس حالك عم تحضر مسلسلات Game of Thrones أو Vikings. بالنسبة للجيم بلاي، أول شيء لازم نعرفه أنه أساسن كريد فالهالا ما فيها شيء جديد رح يبهرك، بمعنى آخر رح تقدم لك نفس أسلوب الألعاب المعتادة بهاي السلسلة في عالم مفتوح، وإلك الحرية المطلقة باختيار المهمات اللي حاب تسويها بمزاجك، سواء إن كانت هاي مهام رئيسية أو جانبية. وفي هذا الإصدار حسيت أنه في اهتمام في ترتيب المهام نفسه. بالنسبة لمهام القصة بشوفها متنوعة وجميلة، وبتدمج ما بين الحروب والقتال أو التخفي وحتى الحوارات في بعض الأحيان. وبشكل عام المهام حيكون إنجازها بطريقتك الخاصة، سواء كانت أكشن أو تخفي، هذا الشيء بيرجع لك. وتشبع الأحداث بالمهام قريبة من لعبة Red Dead Redemption. ومن الأشياء اللي عدلوا عليها بهذا الجزء إنهم قللوا من الحوارات، واختيار الإجابات رح يكون على الأغلب بالمواقف الصعبة والمصيرية، وطبعا حيكون لها تأثير على مجريات القصة والأحداث. وبالنسبة لخريطة اللعبة رح يكون فيها بعض المهام المليانة بالألغاز والقصص، والاستكشاف ممتع جدا ورهيب، وجمال تفاصيله حتاخد فيه كثير ساعات وانت بتستكشف مناطق وأماكن جديدة مليانة موارد وكنوز وحتى مشعوذين وحصون. فمن ناحية الاستكشاف اللعبة حتفشغلك. أما بالنسبة للقتال، فالهالا قدمت طريقة قتال رهيبة بدمج كل من أوريجنز وأوديسي بنكهة استراتيجية وعسكرية، وحتكون دموية أكثر وأخف من ناحية الحركة، مع إضافات معينة بكل سلاح بيتميز ببلاي ستايل مختلف عن الثاني، زي المطرقة والسيوف والفؤوس، مع إمكانية تطويرها لتزيد من قوتها خلال مسيرك بالجيم بلاي. ولاحظت إنهم قللوا كمية الأسلحة، وبتقدر تلعب بأسلوب مثل الأساسنز، وبهيك بتقدر تستخدم سكينة خفية وتختال كل الأعداء بدون ما يحس عليك حد. بالنسبة لشجرة المهارات كثير ضخمة، وفيها تقريبا 350 مهارة قابلة للفتح، وكل ما طورت فيها رح تزيد مهاراتك وقدراتك بأشياء جديدة، واللي رح تستخدمها بالقضاء على الأعداء، بالإضافة لأشياء جديدة ضفوها كشراء الخيول والإسطبل والحلاق اللي بتقدر تقص شعرك وتغير من شكلك، وتجارة الجلود والسمك، يعني المستوطنة انت حتطورها وتديرها بين أبناء عشيرة الفايكنج. بالنسبة للجرافيك والرسومات، من أجمل الرسومات اللي ممكن تشوفها، وأكيد أفضل من السلسلة السابقة، واللعبة شغالة بتقنية 4K و60 إطار لأجهزة الجيل الجديد، وما بنصحكم تلعبوها على أجهزة الجيل القديم لأنها حتكون سيئة وضعيفة بتفاصيل العالم، وحتى كثبات اللعبة التقني سيء، الفريمات طالعة نازلة. بالنسبة للحسنات، التنقل أفضل وأسرع من أوديسي، بس لسه فيها مشاكل الجليتشات، واللعبة بتدعم التخزين بين جميع المنصات، يعني بتقدر تلعبها بي سي وتروح تكمل إكس بوكس. أما بالنسبة للسيئات، وجود الأساسنز ما كان كبير، وبتحس إنهم ما أعطوهم حقهم وما وضحوا قصتهم بشكل جيد.
شجرة المهارات مزعجة والتطوير فيها بطيء، جلتشات كثيرة ممكن تخرب عليك وتزعجك في بعض المهام، تحريك شخصية إيفور ما كان بالمستوى المطلوب، وخصوصا بوقت القتال بتكون حركاته عشوائية وسريعة وغير انسيابية. أساسن كريد فالهالا قدمت لنا عالم مفتوح بحقبة العصور المظلمة مليانة بالاستكشاف والمغامرات، واللي حيكون فيها صراع وغارات على الأرض والموارد من قبل عشائر الفايكنج ضد القبائل والأعداء ليبنوا مستوطناتهم في إنجلترا بقيادة إيفور وسيجر. لهون كانت نهاية حلقتنا من جيمرزون، بتمنى إنكم استمتعتم. سلام.